تعاني كثير من الأمهات من مشكلات تخص نوم الطفل، وينعكس ذلك على الأم والطفل معاً. للتغلب على هذه المشكلة، إليك بعض النصائح لينام طفلك نوماً هادئاً. إنه الطفل لما يدخل في حالة النوم يدخلها بجهاز عصبي اللي هو هادئ ومستقر عنده، يعني ممنوع يعيط، خاصة البكاء الهستيري اللي كثير بنسمع الجيل الأكبر إنه خليه يعيط آخرته بينام. هاي جملة جدا مغلوطة، لأنها بتحفز الجهاز العصبي عند الطفل، وبالتالي أو بينام نوم متقطع وغير متواصل أو بيعرفش ينام نهائي. نقطة مهمة لازم تنذكر إنه كل موضوع العصيد الصناعية أو ما يسمى الدايسة، إدخالها مش شرط إنه له علاقة مباشرة بنوم متواصل، لأنه بالأساس العصيد الصناعية هي عبارة عن سكريات، فبتحفز الجهاز العصبي ممكن يتأثر على نومه. النصائح اللي أنا بعطيها للأمهات إنه يطعموا الأطفال طعام اللي هو بيرفع هرمون السيروتونين في الجسم، مثل الموز، مثل الحليب، مثل الشوفان. وجبة ممتازة اللي هي عبارة عن شوفان زائد سيلان زائد موز، نخلطهم ببعض وتقدم كوجبة قبل النوم. إن الحصول على قدر كاف من النوم أمراً ضرورياً لنمو طفلك، ناهيك عن سلامة عقله وراحته النفسية، حيث أنك تجدينه أكثر فرحاً وهدوءاً عندما ينال أكبر قسط من الراحة والنوم. بالنسبة للنوم على البطن، حسب وزارة الصحة ممنوع نوم البطن لحد جيل سنة، ولكن في أمهات بيقولوا إنه أنا ابني بنامش إلا على بطنه، فمهم هنا نشوف إنه الطفل قادر على إنه يرفع راسه بشكل كافي لحتى نقدر ننام الطفل على بطنه، لأنه في علاقة بين نومة البطن وبين الموت السريري اللي إحنا بدنا نتجنبه. مهم جدا إنه الطفل يأخذ كمية النوم الكافي في النهار عشان ما جسمه ما يتعبش بشكل كبير وبالتالي يأثر على نومه في الليل. بالنسبة لبيئة الطفل المناسبة لدخول لنوم اللي هو مستقر ومتواصل، أهم العوامل هي أول إشي التدرج في الإضاءة البيتية. مهم إنه مش مرة واحدة ندخل الطفل لغرفته ونطفي الضوء ونحضره للنوم، بالتدريج أنا أدخل طفلي لغرفته. طبعاً التدرج بيكون مش بس بالأضواء، بيكون أيضاً بإخبار الطفل إنه رح يروح لينام. بالنسبة للملابس، هناك يعني في اعتقاد خاطئ إنه كل ما لبست الطفل أكثر كل ما أنا حافظت عليه، ولكن العكس هو الصحيح. مهم إنه الطفل يلبس طبقة واحدة أزيد من الكبار، وخاصة إحنا بفترة اللي هي المرحلة الانتقالية، فمهم جدا إنه الأم ما تلبسش كثير الطفل، وتنتبه لإشارات الجسد، هل هو بيعرق، هل هو بيعرفش ينام. يعني أحيانا الطفل بسحب خلال النوم والأم مش فاهمة ليش بسحب، بس بسبب بيكون إنه في طبقات زيادة من الملابس على جسمه. أنا جدا بنصح الأمهات والآباء إنهم يحافظوا على روتين ثابت قبل النوم، ومن هذا الروتين بيكون ضمنه القصة. القصة لازم تنحكى بنبرة منخفضة، الأحداث لازم تكون أحداث هادئة، مش اللي هي عبارة عن أحداث اللي هي تفاعلية جدا، وبساعة ثابتة. هاي أهم نقطة، إنه تكون بساعة ثابتة. كل ما أنا عودت الطفل إنه في روتين متبع ومنتظم بشكل يومي، كل ما انخفض عنده هرمون الستريس، وهذا الإشي بينعكس بشكل إيجابي على نوم متواصل عند الطفل. عند اتباع هذا النظام بشكل يومي للطفل، فسوف يعتاد على النوم في الموعد المخصص له وبشكل أسرع، وبهذه الطريقة يحصل الطفل على القدر الكافي من النوم، وتتمكن الأم من النوم والراحة في الفترة التي ينام بها طفلها، وبالتالي تستطيع المحافظة على صحتها وصحة طفلها.